نحن هلأ موجودين بمدينة صور، وتحديداً بقلعة صور، وبأكبر ثاني أكبر إيبودروم بالعالم، يلي هو هون المدرج يلي عم نشوف هلأ. أنا كنت في أعلاه للمدرج، وهذا كله الإيبودروم بمدينة صور، وكله أثارات رومانية وكنعانية وفينيقية، وتحت قوس النصر بالمدخل الأثارات البيزنطية. هلأ عم نبرم حول المدرج لنشوف شو في مناظر هنا. هون كلهم تدمروا بالقرون الوسطى. بنعرف نحن قصص شهيرة جدا بمدينة صور، وعن مستوطنة قرطاجة للأميرة إليسار، والطبيعة المرجانية لشواطئ صور، وبأن صور هي اللي نشرت الأبجدية إلى العالم مع قدموس. قدموس يلي راح يفتش على أخته الأميرة أوروبا، أخته الأميرة أوروبا، وأبحر لذلك، اللي هي ابنة الملك مؤسس المدينة، ابنة الملك أجينور بعد ما خطفوها للأميرة أوروبا. والقلاع الدفاعية هون اللي كانت بالقرون الوسطى، كمان فيها المعابد القديمة، معبد الآلهة عشتروت ومعبد الإله بعل، وخاصة أشهرهم معبد الإله ميلكارت أو هيرقل أو هيركلس. هذا المعبد اللي هلا صار تحت الأنقاض للكاتدرائية الصليبية، واللي هو اشتهر قديما بأنه المدخل لهذا المعبد اللي هو ميلكارت عنده كان عمودين، أول العمود هو ذهبي كله مذهب، وثاني عمود من الزمرد. وهلأ عم نشوف المشاهد من بعيد، كنا هون المدرج، وبنعرف كمان أنه صور قاومت أكبر غزاة العالم، وأشهرهم نبوخذ نصر، قاومت المدينة لمدة 13 عاما، قاومت الغزاة، وكانت قاومت مش بس هيك، لأنه هي كموقعها كجزيرة في وسط الأمواج، وبفضل ثروتها البحرية كمان جذبت إليها الحصاد والرغبة الشديدة لقهرها واحتلالها، ولكن عبثا حاولوا. وكمان بنعرف انه لمدينة صور دور مميز وفريد في استخراج الصبغة او اللون الارجواني البر الامبراطوري، يلي هيدي لها قصة كمان، اسطورة، قصة هي عبارة عن اسطورة. بتقول لها الاسطورة انه كانت الحورية تيروس، تيروس كلمة يونانية، وبينما كانت تتمشى هذه الحورية على شاطئ البحر مع مؤسس المدينة، مدينة صور يعني، الإله ميلكارت، ومعهم برفقة الكلب. هذا الكلب بالأمواج لقى صدفة اللي هي صدفة الموريكس، ومن هذه الصدفة بيظهر هذا اللون الأرجواني الذي أعجبت به الحورية تيروس، وهكذا طلبت من الإله أن يصنع لها ثوبا من هذا اللون الأرجواني الباهر. وهكذا اشتهرت مدينة صور اللي هي مدينة الحرف والأبجدية اللي نشرتها بالعالم بهذا اللون، صناعة هذا اللون الأرجواني. يلا باي باي.